مستشفى شفاء الأرمان ده اللي أوت بتاعها المستشفيتين الكبار والأطفال. الأقصر حقيقة الأمر ما عندهاش، ما فيش مراكز أورام في المنطقة خالص. الناس كانوا هنا هو سواء في الأقصر أو في المناطق المحيطة كانوا بيعملوا رحلة للقاهرة من 15 ل 20 ساعة في القطر عشان يوصلوا للقاهرة فقط. وفي المستشفيات الموجودة هنا هو برضك ما عندهاش التجهيزات الكبيرة اللي تساعد في علاج الأورام. احنا في المستشفى حقيقة عندنا بنشتغل على 4 محاور. المحور الأول اللي هو الخدمة الطبية، نقدم خدمة طبية متميزة. المحور الثاني التدريب والتعليم المستمر لجميع العاملين في المستشفى. المحور الثالث البحث العلمي، واخيرا التوعيه والكشف المبكر. الساعه بتاعه المستشفى عندنا وحده علاج اليوم الواحد اللي هو المريض بيجي ياخد فيها جلسه العلاج الكيميائي من ساعتين لغايه 12 ساعه على حسب كل حاله. عندنا 100 كرسي في مستشفى الكبار، عندنا 25 سرير رعايه مركزه. بس احنا طبعا مستشفى سرطان فبنشوف حضرتك شايفه كل بيقوم بمسألة التأهيل والعلاج الطبيعي للحالات بعد الإصابة بالأورام وبعد